نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أسأله عز وجل أن ينصر إخوتنا المجاهدين في أرض غزة نصرا مؤزرا، وأن يكسر شوكة اليهود الغاصبين، وأن يردهم خائبين، اللهم آمين. قال الناظم رحمه الله: أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكم. قلت لكم في درس الصباح حصل الخلاف في تعريف الصحيح، فمنهم من قال إن الصحيح موافقة ذي الوجهين الشرع، ومنهم من قال إن الصحيح ما أسقط القضاء. لو سألتك سؤالا، هذا التعريف على أي طريقتين؟ على طريقة المتكلمين أو على طريقة الفقهاء؟ لا بس، جزاك الله خيرا، أنا كنت أريد أن أسأله هو، لكن اجتهاد جيد إن شاء الله. على طريقة المتكلمين، واضح؟ أحسن الله إليكم. طيب، ثم قال: وفي المعاملات، الصحيح في المعاملات ما هو؟ الصحيح في المعاملات ما ترتبت عليه آثاره. قال: وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت. هي انتبه معي، متى تقول عن عقد من العقود إنه صحيح؟ إذا ترتبت عليه آثاره. عقد البيع، ما هو أثر عقد البيع؟ أثر عقد البيع هو انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، واضح؟ فإذا كان البيع صحيحا حصل هذا الأثر، فالسلعة بعد أن كانت مملوكة للبائع صارت بالعقد الصحيح مملوكة للمشتري، والثمن بعد أن كان مملوكا للمشتري صار بالعقد الصحيح مملوكا لمن؟ مملوكا للبائع. متى تقول عن عقد النكاح بأنه صحيح؟ تقول عن عقد النكاح بأنه صحيح إذا ترتبت عليه آثاره. ومن آثار عقد النكاح حل الوطأ، فإنه قبل عقد النكاح يحرم الوطأ، وبعد عقد النكاح يصبح الوطأ مباحا، الوطأ وسائر الاستمتاعات. إذن عقد النكاح الصحيح هو الذي ترتبت عليه آثاره. إذن ما هي الصحة في العقود؟ الجواب: الصحة في العقود ما ترتبت عليها أو ما ترتبت عليه آثارها. فقال: وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت. جيد. ثم قال: والباطل الفاسد للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد. الباطل والفاسد مترادفان في مذهب الشافعية، الباطل والفاسد مترادفان غالبا. إذا قلت الباطل أو قلت الفاسد لا فرق بينهما، إلا في أبواب قليلة. أذكر بابا واحدا فقط، وهو باب الحج. فالشافعية يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج. يقول الشافعية: إن الفاسد في الحج، إن الذي يفسد الحج هو الجماع قبل التحلل الأول. لو حصل جماع قبل التحلل الأول فإن هذا الحج فاسد. طيب، وبعدين لما يكون فاسد إيش الحكم؟ إذا كان فاسدا يجب عليك أن تتمه مع فساده. ما يقول خلاص فسد الحج أنا أخرج، ما في شيء اسمه أنا أخرج. فاسد ويجب عليك إتمامه، اتضح؟ هذا إذا فسد الحج. ما الذي يفسد الحج؟ الجواب: الذي يفسد الحج الجماع قبل التحلل الأول. ما الذي يفسد الحج؟ الجماع قبل التحلل الأول. انتبه، لأنه سيأتي بعدين معنا باب الحج، سأسألك هذا السؤال: ما الذي يفسد الحج؟ ما الذي يفسد الحج؟ الجماع قبل التحلل الأول، الحمد لله. ما الذي يبطل الحج؟ الذي يبطل الحج هو الردة، فلو ارتد عن الإسلام أثناء الحج حجه باطل. طيب، في الحج الباطل هذا هل نقول يتممه يمضي فيه؟ لا، خلاص اخرج من الحج،
اتضح ولا لا؟ هنا فرقوا بين إيش وإيش، بين الفاسد وبين الباطل، فقالوا الفاسد يلزم المضي فيه، الباطل لا بل يخرج منه. ما الذي يفسد الحج؟ الذي يفسد الحج الجماع قبل التحلل الأول. ما الذي يبطل الحج؟ الذي يبطل الحج الردة عن الإسلام، أجارني الله وإياكم منها. اتضح؟ فقال والباطل الفاسد للصحيح ضد. لما قال الباطل والفاسد إشارة إلى أنهما مترادفان، ثم عرف الباطل والفاسد فقال الباطل والفاسد هو الذي فقد بعض شروط الصحة، هو الذي فقد ماذا؟ بعض شروط الصحة. فمتى ما فقدت شرطا من الشروط أو فقدت ركنا من الأركان في عبادة أو معاملة، فإن هذه العبادة أو المعاملة توصف بالفساد أو البطلان. فلو صليت بلا طهارة أنت فقدت ماذا؟ صليت بلا طهارة فقدت ماذا؟ شرطا، أحسنت. ولو أنك صليت دون تكبيرة إحرام فقدت ماذا؟ إذن هذه الصلاة توصف بالفساد والبطلان. اتضح؟ ولو أنك عقدت عقد بيع وكانت السلعة التي عقدت عليها البيع نجسة فإن هذا خلل يعود إلى الركن. واضح؟ ولو أنك عقدت عقد بيع وكان العاقد مجنونا فإن هذا شرط في العاقد، فإن البيع في الصورتين يكون باطلا ويكون فاسدا. فقال والفاسد الباطل للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد. اتضح؟ ثم قال واستثني، واستثني موجودا كما لو عدم، كواجد الماء إذا تيمم، ومنه موجود ومنه معدوم كموجود مثل، كدية تورث عن شخص قتل. انتبه معي، هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى تقول قد يعطى الموجود حكم المعدوم، القاعدة الثانية تقول قد يعطى المعدوم حكم الموجود. القاعدة الأولى إيش تقول؟ قد يعطى الموجود حكم المعدوم، شيء موجود موجود لكن كأنه غير موجود شرعا، كأنه غير موجود معدوم، جيد ولا لا؟ القاعدة الثانية إيش؟ شيء معدوم لكن له حكم الموجود كأنه موجود. قاعدتان. قال واستثني موجودا كما لو عدم، هنا الموجود أعطي حكم المعدوم. ما مثاله؟ قال كواجد الماء إذا تيمم، شخص عنده ماء لكنه يحتاج هذا الماء لعطشه، أو يحتاج هذا الماء لعطش حيوان محترم، هل نقول له تيمم بهذا الماء وإن مت عطشا؟ أو نقول هل نقول توضأ بهذا الماء وإن مت عطشا؟ أو نقول له تيمم ويبقى هذا الماء لعطشك؟ إيش نقول؟ تيمم. فالماء موجود أو معدوم الآن؟ موجود لكن كأنه معدوم. هنا نزلت الموجود منزلة المعدوم، كأن الماء غير موجود، هنا أعطيت الموجود حكم المعدوم. اتضح ولا لا؟ جيد ولا لا؟ طيب مثال آخر، شخص يريد أن يتوضأ وليس عنده ماء، وجد الماء يباع لكن الماء يباع ليس بثمنه المعتاد بل بأكثر من ثمن المثل، إذا كان هذا قيمته 5 روبيات 5000 روبية الآن يباع 20000 روبية. الماء موجود أو غير موجود؟ موجود لكنه يباع بأكثر من ثمن المثل، هل يجب عليه أن يشتري حتى وإن كان قادرا، أو يجوز له أن يتيمم؟ الجواب يجوز أن يتيمم. واضح ولا لا؟ طيب الماء موجود لكن له حكم معدوم، فقد يكون الشيء موجودا لكنه يعطى حكم المعدوم. وبعدين بيجي لك هذا الكلام في قول الناظم تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب. اتضح؟ فهنا تعطي الشيء الموجود حكم الشيء المعدوم. وكلما جاء لنا مثال ذكرتكم بهذه القاعدة فتذكروها جيدا. القاعدة الثانية إيش تقول؟ المعدوم نعطيه حكم إيش؟ الموجود. هيا انتبه لهذه، شخص قتل
نفترض قتل خطأ، قتل شبه عمد، قتل عمدا، ما الذي يترتب على قتله؟ الجواب على قتله أنه يحصل له دية. هذه الدية لمن تكون؟ للورثة. كيف وصلت للورثة؟ هذه الدية هكذا ترتيبها المنطقي، هكذا هذه الدية في الأصل حصلها المقتول ثم انتقلت عن المقتول إلى ورثته، وإلا ما العلاقة بين الورثة والجاني القاتل؟ ما في علاقة. لكن تفترض افتراضا أن هذا الشخص لما قتل استحق الدية، فانتقلت الدية من القاتل إلى هذا المقتول ثم انتقلت من المقتول إلى ورثته. إذن أنت افترضت افتراضا أن هذا المقتول كأنه حي، وكأن الدية انتقلت إليه ثم انتقلت إلى ورثته، فأقمت المعدوم الذي هو المقتول مقام الموجود. اتضح يا شيخ ولا لا؟ شوف ايش قال: واستثني موجودا كما لو عدم. موجود كأنه معدوم. ما مثاله؟ كواجد الماء إذا تيمم، هو يجد الماء لكن تيمم والماء بمنزلة المعدوم. اتضح؟ ثم قال: ومنه معدوم كموجود. معدوم كموجود، ما مثاله؟ قال الإمام ابن رسلان: ومنه موجود ومنه معدوم كموجود، مثل كدية تورث عن شخص قتل. كدية تورث عن شخص قتل. وفي مثال ثاني: امرأة حامل في بطنها جنين، فجاء شخص واعتدى بحجر أو بعصا فضرب بطنها فسقط الجنين. اتضح؟ ما الذي يجب في الجناية على الجنين؟ غرة، عبد أو أمة، صح؟ هذا الجنين نفترض أنه كان حيا، نفترض حياته وأنه ورث الغرة ثم انتقلت الغرة منه إلى ورثته، نفترض حياته. اتضح؟ فهنا أعطينا المعدوم إيش؟ حكم إيش؟ حكم الموجود. قال: ومنه معدوم كموجود، مثل كدية، يعني مثل أي مثاله، كدية تورث عن شخص قتل. اتضح يا شيخ ولا لا؟ الحمد لله. هاتان قاعدتان وسيأتي لها بعض التطبيقات إن شاء الله. ثم قال: كتاب الطهارة. الحمد لله، نبدأ في الفقه الآن. بسم الله.